نانسي عجرم وأحمد سعد يشعلان أجواء القاهرة. بالشكل ده كانت الأجواء في الحفل اللي جمع نانسي عجرم وأحمد سعد في القاهرة، وقدمت الحفل بظهر المغربي. والهيصة واضح إنه من هيدا الناحية جاي اليوم، يا رب تعمل هيصة علينا كلياتنا. وأشعلت نانسي الأجواء بمجموعة كبيرة من الهيتس الخاصة بيها، ومنها جاية معاك بدنا نولع الجو أهو نص إحساس جديد ما تيجي هنا وغيرها. واختارت لليوم ده لونج يلو دريس مشكوك بالأصفر والسيلفر من تصميم إلي صعب، أما الشعر فاعتمدت على الويفي هير مع اللايت ميك اب. وشاركت نانسي مجموعة صور من إطلالتها على حسابها على الإنستجرام. في الوقت اللي أحمد سعد شارك فيديو من الحفل مع الجمهور اللي شاركوا برأسة التحدي على أغنيته سهرينا يا دنيا من فيلم من أجل زيكو، كتب اللي عرفوا إن الجمهور بيغني مع المطرب إنما الجمهور بيرقص وعامل التحدي وكلهم حافظين، شكرا جمهوري الحبيب على الحب والدعم. يلا يا زيكو مين هيقوم يقف؟ مش عايز يلا ومن مسلسل يونس ولد فضة قدم أحمد أغنية بحبك يا صاحبي اللي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير. ورجع ويطرب الجمهور ببعض أغاني أم كلثوم، وزاد حماس الجمهور لما غنى أحمد عليك يا عيون واللي بتحقق نجاح كبير قوي ولسه بتتصدر الترند وبقت محققة أكتر من 39 مليون مشاهدة على اليوتيوب.